صباح الخير يا هادي. صباح الخير يا رشا. كيفك؟ تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ تمام الحمد لله يا رب. ان شاء الله تبقي بخير دائما يا هادي. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتم رافقيننا بصباحنا لليوم. بدايه يوم جديد وبدايه اسبوع جديد يا رب يحمل لكل الناس الخير والامان والسلام. مشوارنا الصباحي بلش معكم لليوم، واليوم اكيد ضيوفنا من مجالات مختلفه، وحنكون بجوله ضمن المحافظات السوريه لنتعرف على اخر الانشطه الثقافيه والادبيه. اكيد دايره شو يوميا عم نطلع على المشاهدين ببرنامجنا صباحي صباحنا غير، واكيد ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات والتقارير بمحافظاتنا السوريه، وضيوفنا الاختصاصيين يلي رح يجاوبونا على كثير من الاستفسارات. ان شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلوبكم ونقدم دائما المعلومات يلي بتهمكم. خلونا نطلع فاصل ونرجع. الله يحمي شامت الدنيا دمشق ويحمي كل المحافظات السوريه. وحنروح قبل ما نستقبل اولى ضيوفنا لليوم لاول تقرير بحلقتنا، حنروح ضمنه للقرداحه اللي عم يحتضن مهرجان السلام الوطني بنسخته الاولى، وكان في حضور كثير كبير من المجتمع الاهلي ومشاركه واسعه لعدد من المثقفين والمفكرين والادباء. باقي التفاصيل ضمن التقرير التالي وزميلتنا علا ناصر. المركز الثقافي في القرداحة يحتضن مهرجان السلام الوطني بنسخته الأولى وسط حضور كبير من المجتمع الأهلي. هذه المبادرة استمرت منذ القدم، واليوم نفعلها على الأرض باسم شرفاء سوريا. قدمنا مسيرة في العمل مبدئيا صباحا، والآن في مهرجان السلام الوطني. هذا العمل هو دعماً ووفاءً وإجلالاً للجيش العربي السوري. أعتبر هذه النقطة هي رسالة للعالم أن جميع أطياف المجتمع السوري يشاركون أشقائهم في المحن وفي الأفراح. مشاركة واسعة لعدد من المثقفين والمفكرين والأدباء من مختلف المحافظات السورية. كم أنا سعيد عندما أرى هذه الوجوه الكريمة وقد جلست مع بعضها بعض، تعيد ألق الماضي الجميل، التعايش الإنساني، التعايش في محبة على مساحة هذا الوطن من بابه إلى محرابه. اليوم نحن نجترع أدوية إلهية من خلال الائتلاف الروحي، التلاقي الفكري، من خلال الاجتماع والتكاتف الجسماني. أجدها أدوية مادية روحية معنوية وطنية إنسانية، جمعت الأطياف الدينية وغير الدينية لكي نتقابل بالقبولات بالمحبة من أجل أن نزرع لأولادنا بأن الحياة الحقيقية هكذا تكون. طبعاً إحنا جينا من محافظة حماة، نمثل عشيرة البقارة ومجلس شيوخ العشائر العراقية والعربية، من أجل السلام ومن أجل التئام الوطن خلف القيادة الحكيمة، خلف الدكتور بشار حافظ الأسد ورديفين للجيش العربي السوري. إحنا جينا مشان السلام، مشان نكون يد بيد مع السلام ومع الشعب السوري الذي يضحي بكامل ما يملك لحتى يأمن السلام، ونكون أخوة متحابين على هذه الأرض من جميع الفئات، لا نفرق بين أحد. إحنا كمواطنين من جميع الفئات للتأكيد على عمق انتمائنا لهذه الأرض ولهذا الوطن الحبيب، ونحن جنود الكلم والقلم أتينا لنكون جنبا إلى جنب في التعبير عن محبتنا وانتمائنا لوطننا الحبيب، وإكراماً لأرواح الشهداء الأبرار. هي صورة تعكس تمسك السوريين بأرضهم ووطنهم ووقوفهم خلف جيشهم الجيش العربي السوري، ورسالة للعالم أجمع عنوانها السوريون على قلب واحد. صباح الخير عن جديد. رح نبدأ بأولى فقراتنا، وأولى فقراتنا لليوم كتير مهم نعرف أنه أي حدا مهما كان مجال عمله قادر أنه يوقف اليوم بوجه العدو الصهيوني، وتحديداً اليوم الأدباء الكتاب المثقفين اللي أكيد من خلال أقلامهم ورسائلهم وأفكارهم عم يجسدوا الثقافة العربية والفلسطينية ويوثقوا قضايا الوطن. لهيك اليوم في أهمية كتير كبيرة للأدب بترسيخ دور المقاومة. يا رشا أكيد هايدي، دائماً الأدب
والشعر والمفكرين كان ألمهم هو سلاح صح. ضد الحرب مع العدو الصهيوني. هذا العدو يلي أغرته مقولة العدو الذي لا يقهر. كانوا دائما المفكرين إلهم كلمتهم وإلهم توثيقهم وذاكرتهم لكل الانتصارات وكل الحروب اللي كانت على الأرض. اليوم رح نحكي عن دور الأدب، وضيفنا لليوم هو الناقد والصحفي أحمد إهلال. يسعد صباحك أستاذ أحمد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بكل خير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. بداية يمكن في مفاهيم كثيرة للأدب المقاوم اليوم، خلينا هيك بداية نعطي تعريف مبسط عنه ونعطي عن أهميته بوقتنا الحالي. يعني دائما احنا بس نحكي عن الأدب المقاوم نستعيد كتاب مؤسس وضعه غسان كنفاني، الشهيد والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني. هذا الكتاب هو أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966، يحمل يعني تصور غسان كنفاني لأدب المقاومة أو فكرة المقاومة. يعتبر غسان كنفاني أن أدب المقاومة هو سياق تاريخي شامل يتضمن يعني محاربة الاستعمار، محاربة الإمبريالية. ويؤكد أيضا غسان كنفاني أن ظاهرة الأدب المقاوم ليست ظاهرة جديدة في الثقافة الفلسطينية والعربية، هي ظاهرة جديدة القديمة المتجددة بطبيعة الحال. أراد غسان كنفاني خلال هذا الكتاب شيء من تاريخ الأدب المقاوم وشيء من التوعية يعني للعربي، للفلسطيني، للمواطن، للنازح، جميع هذه الأطياف، نوع من التوعية. وبالمقابل أيضا تنبيهه إلى خطورة الأدب الصهيوني. يعني كتاب ذا شقين، وبالتالي استحضر أصوات فلسطينية من مثل توفيق زياد، من محمود درويش وسواهم، هؤلاء وسميح القاسم بطبيعة الحال، هؤلاء الذين أسسوا مفهوم أدب المقاومة، المقاومة في التعبير الأدبي، المقاومة خلال الأدب، وصولا إلى مفهوم أشمل هو المقاومة الثقافية. طيب أستاذ أحمد، اليوم يعني عم نشوف مشاهد مؤلمة، ويعني كلنا متألمين لكل شو عم يصير، إن كان بجنوب لبنان أو كان بفلسطين الحبيبة. هاي الحالة هي بتشكل، نحن دائما نعرف إنه الإبداع يولد من الألم اللي عم نعيشه بحياتنا، وهي حالة خاصة لدى كل الشعراء والمفكرين. قدي هاي الحالة بتعطيكم دافع للكتابة؟ هذه تشكل خزانا، يعني خزان كبير وإلهام، لأن كما قيل الألم يحمل ويدفع أولئك الكتاب المبدعين إلى أن ليس إلى أن يمتثلوا هذا الألم، وإنما يعكسوه في صيغ الأمل. يعني نحن نعبر من الألم إلى الأمل، وبالتالي ما يجري في فلسطين وغزة وما يجري أيضا يعني في بيروت وفي غير مكان، للأسف يعني هذا المخطط الصهيوني الذي يروم ابتلاع البلاد ويريد السيطرة على يعني على مقدرات البلاد ويريد تحقيق هذه الأحلام التوراتية المعروفة يعني. لكن في المقابل دور الكلمة هنا، ما هو دور الكلمة يعني على الجبهة الثقافية؟ نعود دائما إلى أهمية الثقافة بوصفها، هي التي تعبر عن أعماق الناس، تتماس مع وعيهم، تخلق وعيا جديدا. إذا لم تخلق الثقافة وعيا عند الناس فيعني تصبح أقول بلا جدوى، يعني بين قوسين. الثقافة لها دور فاعل بطبيعة الحال، حتى أن الحرب الضروس على سوريا الحبيبة التي شنت من محور الشر دعيني أقول كان عنوانها ثقافة. الثقافة، إذن علينا أن نعود إلى مكونات هذه الثقافة، إلى بناء الإنسان، بناء الإنسان من خلال الوعي. وأنا دعوني أذكر كلمة للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، يقول في كتابه الثقافة والإمبريالية، تحدث عن فكفكة استعمار العقل. يعني هذا العدوان على الأرض وعلى الذاكرة وعلى الإنسان وعلى الهوية هو استعمار للعقل بالدرجة الأولى، لذا يجب إطلاق العقل وتحريره وبناء هذا الإنسان بناء أخلاقيا، بناء معرفيا، بناء نفسيا أيضا. يعني هذا دور الكلمة في كل المراحل، في كل العصور، في كل المستويات التاريخية. ومن يحمل هذه الكلمة؟ الكلمة هي الإنسان يعني بطبيعة الحال، لكنني أقول إن الكلمة هي طلقة الوعي، هي هذه الطلقة التي جنبا إلى جنب تكون مع هذا المقاوم على الأرض هنا.
تمام أستاذ أحمد، الأدب يعني اليوم على مر العصور كان له دور كتير كبير بتأريخ النضال ضد الكيان الصهيوني الغاصب. نحكي أكثر عن الكتابة ودور اليوم بدعم إن كان القضية الفلسطينية أو القضية بلبنان. يعني دائما وأبدا كانت الكتابة، كانت الكلمة، وكانت كان الإبداع عموما بكل أطيافه وأنواعه مواكبا لما يوجد على الأرض من أفعال المقاومة، حتى أننا نقول ثمة الصلاح الجديد هو المثقف المشتبك. هذا المثقف هو مقاوم بطبيعة الحال وينقل الكلمة من الوعي إلى الواقع. يعني الأمثلة كثيرة، ليست فقط غسان كنفاني وإنما العديد من الأدباء، يعني الشهداء الذين قرنوا القول بالفعل. إذن يعني هنا أيضا عودة إلى أدوار الثقافة في هذه المرحلة بالذات، المرحلة الحساسة التي نمر بها من عدوان طليق على ذاكرتنا، على تاريخنا، على هويتنا. ماذا يقابل هذا العدوان؟ هذا الوعي. نريد سردية وعي. سردية الوعي تحملها الأجناس الإبداعية، القصة، الرواية، المسرحية، الأغنية حتى، يعني وحتى الفن التشكيلي. يعني كل هذه الأجناس الإبداعية المختلفة لها دور وظيفي ودور أخلاقي ودور معرفي أيضا في إنتاج هذا الوعي الذي يجب أن يحمله الإنسان المقاوم أو الذي يرفض به الإنسان المقاوم. هي تمثل المأثرة، تمثل قوة المثال الكلمة، والسردية تمثل قوة المثال التي نحتاجها في الأزمنة الصعبة لا سيما في زمننا. صحيح. أستاذ أحمد، ذكرت جملة وهي جميلة جدا، أنه من الألم يخلق الأمل أو نذهب إلى الأمل. تمام. اليوم هل ضمن الظروف اللي عم نعيشها مفروض أو واجب الكاتب عند وقت اللي بده يرسخ حادث ما أو عدوان ما أنه يعطي شيء من خياله للشعب أنه يتأمل بغد أجمل، أو لا المفروض يجسد الواقع كما هو؟ شكرا على هذا السؤال، السؤال يعني عميق حقيقة. دعوني أقارب هذا السؤال. الكاتب هو ضمير شعبه، هو ضمير أمته، هو ضمير الكتاب، وبالتالي يجب على الكاتب أن يخلق الأمل ويستنبته، يخرج من عروق التراب، يخترق قشرة الوقت. نعم. كان سميح القاسم يقول ثمة أمل، ليس أملا، ليس الأمل مجاني، هنا الأمل من أجل الأجيال الجديدة. كيف سنخلق وعيا في وعي في ذاكرة هذه الأجيال الجديدة أن لم نكن صناع الأمل؟ نحن نصنع الأمل ليس لنا فقط وإنما للأجيال، للمستقبل. نعم. وهذا هو دور الأدب، أن يكون تنبؤيا، أن يكون مستشرفا، وأن يكون مواكبا. الأديب اليوم هو في معترك حقيقة، صاحب الكلمة في معترك. وأنا دائما أقول لابد من مسؤولية أخلاقية ومعرفية تماما حتى نستطيع أن نرتقي إلى مستوى هذه القضية، ونرتقي إلى مستوى التضحيات، الجسام التي يعني يقدمها الشهداء، يقدمها الشعب الفلسطيني على سبيل المثال، مستوى تضحيات الجيش العربي السوري على سبيل المثال. نعم. أنا أتكلم عن سوريا بمصفى فلسطين، لا أتحدث عن فلسطين مجردة، فلسطين هي الجزء الجنوبي من سوريا. قد اليوم للكاتب في تأثير كتير كبير، قادر يمكن من خلال كتاباته وأفكاره أنه يوصل للعالم بأكمله، العالم العربي أو الغربي، يوصل شو هي الصورة الصحيحة اللي عم تصير؟ تماما، يعني يجب أن تكون الكلمة هنا قوة المثال، مصداقية ووعيا ومعرفة. يعني ليس من كلمة مجردة، الكلمة هي تصنع كما قلت ليس الوعي فقط وإنما الفعل. يعني الكلمة حاملة الفعل، حاملة الوعي، هي التي تجسد بقوة مثالها الصورة التي ينبغي عليها أن يكون الواقع. يعني تفضلت الأستاذة فسألت عن الواقع، هل نستطيع أن نخلص الواقع؟ الكتابة تجعل من الأدب واقعا جديدا. نعم. هذا الواقع الجديد هو واقع الأمل، واقع الأحلام، واقع أن تتحول الناس من مستوى المكابدة، من مستوى الأمل إلى مستوى الأمل، يعني من مستوى الألم إلى مستوى الأمل. والأمل هنا بطبيعة الحال ليس أملا مجانيا، هذا الأمل المقرون بدم الشهيد على الأرض. الشهيد لماذا يستشهد وهو ذاهب إلى الحياة بطبيعة الحال؟ أنا أقول هنا أن أدب المقاوم هو أدب الحياة. نعم. وليس أدب البكائيات، وليس أدب يعني الرسائيات، هو أدب المقاوم، هو أدب الحياة بالضبط. يعني هكذا أريد أن أكثف مفهومي للأدب المقاوم، هو أدب الحياة وأدب أبناء الحياة.
وأدب أبناء الحياة، وأدب يعني الذين يتجشمون صنع مرحلة تاريخية. نحن اليوم أبناء مرحلة تاريخية شديدة الأهمية وشديدة الحساسية، لابد من مضاعفة الوعي، والوعي هو الذي يخلق الأمل. يعني المتشائم لا يخلق أملا على الإطلاق، والمتفائل سيخلق الأمل وستتبعه الأجيال الجديدة إن شاء الله. أستاذ أحمد، وقت اللي ذكرت حضرتك أبناء الحياة، واليوم وقت اللي بنذكر أبناء الحياة نحن عم نحكي عن جيل قادم أو جيل المستقبل، هن الأطفال تمام. اليوم يمكن اليوم هذا الجيل بعيدا شوي أو ما كتير بيعرف عن ثقافة القضية الفلسطينية وانتمائنا لهي القضية. يعني ممكن اليوم تسأل أي حدا عن عرب 48 ما يعرف شو يعني عرب 48 أو شو اللي صار. اليوم عندكم رسالة تحمل إنسانية أخلاقية توثيقية، قدمهم تجسيدة للأجيال القادمة، قدمهم دائما نتذكر البطولات والانتصارات والشهداء. عندما يتحدث الأدب عن صناع الأمل، الشهداء، المفكرين، الأدباء الذين يخلقون قوة المثال، هذا يخلق لدى الجيل القادم والجيل الموجود هذا الإحساس بالانتماء، بالهوية، بالانتشاء بالذاكرة. وبالتالي هنا مهمة الأديب والمفكر والمثقف أن يعني يذهب إلى نشيد الأمل، يصنع نشيد الأمل، لأننا بلا أمل قد نذهب إلى عدم لا نريده، على الرغم مما نتعرض له، على الرغم من التضحيات الجسام التي يواجهها شعبنا الفلسطيني على سبيل المثال. لكن ما معادل كل ذلك؟ معادل كل ذلك أن نخلق ثقافة الحياة. هم لا يريدون لنا ثقافة الحياة، لكن الحياة تستمر. الحياة تستمر بمأثرة الشهيد ومأثرة المبدع مع الآن مع أكيد. بالختام كنت معنا الناقد والصحفي أحمد هلال، شكرا لك أستاذ ولوجودك معنا لليوم، نورت صباحنا. شكرا لكم، صباحكم غير وكل الخير. إن شاء الله صباح، إن شاء الله هيك بصباحات جديدة تكون صباحات النصر. شكرا لك أستاذ ونحن أحمد. ونحن نستبطن النصر ونحن نحمل التفاؤل عقيدة وإيمان. يا رب يا رب، اليوم كلنا هيك دعواتنا واحدة بالنصر بفضل ثقافة الشهداء إن شاء الله، وما أرسوه من قيم في أرواحنا وفي عقولنا وفي ولمستقبلنا. شكرا لك أستاذ أحمد، ولدوركم ولسلاحكم جدا مهم على الأرض. شكرا لك. مثل ما تعودنا كل نهار سبت يا هايدي ناخذ المتنبئ الجوي، امبارح اليومين بلشنا هيك نشعر انه صار في قرصة برد. صحيح، يمكن رشا ما بعرف اذا انتبهتي كان في بوست على الفيسبوك عم بيقولوا انه شتاء 2025 رح يكون في عواصف وفيضانات للاسف. تماما، رح نتاكد تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. وصار معنا عبر اتصال هاتفي الاستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير، صباحك يا هلا. صباح الخير استاذ حسان. خلينا نوضح الشيء اللي سمعناه، انه رح يكون شتاء 2025 في فيضانات وعواصف نتيجه الاحتباس الحراري، وكالعاده كيف عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه خلال هذا الاسبوع؟ شكرا معين. بدايه صباح الخير من جديد لك، لزميلتك للاخباريه السوريه، لفريق العمل. هلا بشكل عام بالنسبه لشتاء 2025 ان شاء الله بيكون موسم خير بالبدايه، بتعم فيه الخيرات على بلدنا الحبيب سوريا، وبتكون المعدلات المطرية ممتازة بمختلف المناطق والمدن السورية، وكانت بشارة خير كثير ممتازة وجيدة مع بداية فصل الخريف. كان في هطولات مطرية مبكرة وهطولات كانت متميزة تحديدا بالمنطقة الساحلية من ناحية الفيضانات والعواصف الرعدية والعواصف والرياح نتيجة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. التغير المناخي عم تعاني منه بلدنا الحبيب سوريا مثل باقي دول العالم، ولكن بنسبة أقل حتى الآن، النسبة هي أقل بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للشتاء إن شاء الله رح يكون موسم خير، هطولات مطرية ممتازة، ببعض الأحيان رح نشاهد عواصف مطرية مترافقة بالعواصف الرعدية وزخات المطر ونشاط بسرعة الرياح وحصول بعض السيول في أغلب المناطق تحديدا تكون متميزة بالساحل السوري، ويكون إلى حد ما هذا الشتاء بدرجات الحرارة سوف يكون مقبول ضمن الحدود الطبيعية بإذن الله تعالى. أما بما يتعلق بالحالة الجوية خلال 24 ساعة القادمة، البلاد عم تتأثر بانفداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عام يترافق بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا. هذا المنخفض نتيجة
مرافقة له كتلة هوائية باردة نسبيا أدت إلى انخفاض بدرجات الحرارة. الانخفاض أكثر وضوحا كان مبارح، والحرارات عم تكون أقل من المعدل لليوم من 2 لـ4 درجات مئوية، وأجواء عم تكون بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، أجواء سديمية مبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية. بالليل أجواء عم تكون مائلة للبرودة بشكل عام إلى باردة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وفرص لتشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى، الأجزاء الغربية، الأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والأجزاء الغربية بشكل عام. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات عم تتجاوز ببعض الأحيان الهبات 40 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمرتفعات الساحلية بالمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج. نهار بكرة تستمر الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، درجات حرارة بتضل أقل من المعدل من 1 لـ3 درجات مئوية، أجواء سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية مع استمرار الأجواء الباردة بالليل تحديدا بالمرتفعات الجبلية. تستمر معنا هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع تقريبا يوم الأربعاء، بتبلش بعدين الحرارة تميل للارتفاع بشكل طفيف. نهاية الأسبوع حتكون الحرارات حول المعدل أو أدنى من المعدل بقليل، وأجواء عم تكون بين الصحوة والغائمة جزئيا مع استمرار الأجواء السديمية المغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية، والبحر عم يضل خفيف ارتفاع الموج بأغلب المناطق. الأجواء الباردة بالليل رح تكون بالمرتفعات الجبلية هي سيدة الموقف، وبنحذر خلال هيدي الأجواء وهيدي الوقت من الفروقات الحرارية ما بين الليل والنهار، وخاصة بالمناطق الجبلية من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب لأجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون والمناطق الجنوبية الغربية من الأجواء السديمية المبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية، والتي تؤثر سلبا على مدى الرؤية الأفقية، والناس اللي عندهم مشاكل صحية بالجهاز التنفسي وحساسية من الغبرة اتخاذ أساليب الحيطة والحذر نتيجة الأجواء السديمية بهذه المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 25-13 القنيطرة، 22-10 القلمون المرتفعات الجبلية، 18-9 السويداء، 22-11 درعا، 24-13 المنطقة الوسطى، 22-11 حماة، 25-13 الحسكة منطقة الجزيرة، 27-13 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 26-15 بالشمال حلب، 24-11 إدلب، 22-10 المنطقة الشرقية دير الزور الرقة البوكمال، 28-12 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر، 25-11. نعم أستاذ حسن الجردي، كنت معنا حضرتك عبر اتصال هاتفي، شكرا لك كل المعلومات اللي ذكرتها، وإن شاء الله هيك مثل ما أخبرنا من حضرتك أنه حيكون موسم، حيكون في مطار، حيكون في سيول ببعض المناطق. دائما نقول الله يبعث الخير دائما. رح نروح من المتنبئ الجوي لنكون بفقرة نحكي فيها دائما منركز فيها على موضوع الطفل وتربية الطفل. كثير من الأوقات بيكون في طفل ما بيشبه أقرانه، منشوف طفل غاضب، منشوف طفل عدواني، منشوف الطفل عنده سلوكيات ما بتشبه حدا من رفقاته أو من حتى أخواته بضمن البيت. وبعض المقولات أو بعض اللي نسمع من الأم أو من المعلمة يا هايدي بتقلك أنا ماني قادرة سيطر على هذا الطفل، هون بيكون في مشكلة سلوكية المفروض الأم والإدارة المدرسية تنتبه لإلها. صح، وفي أسباب هون يا رشا لحتى الطفل عم يطلع عدائي. ربما البيئة اللي هو عايش فيها، ربما مرق بصدمات نفسية، أو طريقة التربية اليوم من خلال الأهالي. شيء طبيعي يوم يمكن يكون الطفل عدائي بالمراحل العمرية الأولى، ولكن الشيء اللي مو طبيعي إنه يكبر هيدا الطفل وعنده هي السلوكيات، لأنه رح تأثر بشكل كتير كبير على حياته. تفاصيل كتير مهمة رح نتعرف عليها اليوم مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو، اختصاصية التربوية ياسمين صالح. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباحكم. أهلا وسهلا. دائما بنسمع هاي أنا ابني صعب، أنا ابني يا ريت ابني مثل ابنك، يعني بنسمع هاي المقولة عند بعض الأمهات. شو يعني سلوك صعب أول شيء؟ هلا السلوكات الصعبة هي السلوكات الخارجة عن السلوكات النمطية بالعموم بالنسبة إلنا وبالنسبة للمحيط. فغالبا وقت اللي بنقول سلوكات صعبة بنكون عم نحكي عن نوبات الغضب، عن العناد، عن عدم القدرة على التعبير عن الذات، عن التشتت، عن مثلا ردات الفعل الغير مضبوطة. طب خلينا هيك نعطي تفاصيل أكثر، شو هي الأعراض أو العلامات اللي ممكن تظهر عند الطفل وإحنا نعرف أنه هو شخص عدائي؟ فقط أنه هو دائماً عم بيكون معصب، عنيد، ما عم يتقبل شيء، أم لا كمان في سلوكيات وأعراض تانية ممكن تظهر على الطفل وننتبه لها؟
هلا من هي السلوكات مثل ما وضحت السلوكات بتظهر بمظاهر بمظاهر عامه من خلال تعامله مع المحيط، فمنلاقي انه بعض الاطفال قادرين عن التعبير عن ذاتهم بطريقه صحيحه. كيف يعني؟ يعني وقت اللي بدك تسلط الضوء على حالك كطفل، ففي اطفال بيسلطوا الضوء من خلال انجازهم ومن خلال الحصيله اللي بيقدموها، في اطفال غير قادرين على التعبير عن ذاتهم بهي الطرق، فبيلجأوا للسلوكات الاخرى مثل إثارة الضوضاء، الشغب، ردات الفعل الغير مقبولة من قبل المحيط. بنظرهم هي السلوكات تخليهم تحت الضوء. طيب اليوم أستاذ ياسمين، يعني خلينا نحكي عن عمر الطفل، قديش بتعلق بهاد السلوكيات؟ هل له علاقة كتير كبيرة؟ هل اليوم تهميش الأسرة لهاد الطفل ممكن يكون أحد الأسباب؟ هلا بالنسبه للمرحله العمريه اكيد لها علاقه كثير كبيره، فمن اللي نحن بنعرفه بالعموميات انه مرحله الطفوله بتمر بثلاث مراحل، هي مرحله الطفوله المبكره، مرحله الطفوله المتوسطه، ومرحله الطفوله المتاخره. فالغضب بمرحله الطفوله المبكره اسبابه مختلفه كثير عن مرحله الطفوله المتوسطه، لانه بمرحله الطفوله المبكره بيكون الطفل لسه عم يكتشف المحيط، عم يكتشف ردات فعل الاشخاص الاخرين اتجاهه. مرحله الطفوله المتوسطه ببلش يختبر مهاراته الاجتماعية، فبيصير يتمرد ليتعرف على المحيط. أما بمرحلة الطفولة المتأخرة فبيكون عم بيعاند القواعد والقوانين أو عم يسعى لإثبات الذات. بالنسبة للشق الثاني من سؤال حضرتك اللي هو تعامل الأهل، أكيد تعامل الأهل له علاقة كتير كبيرة. نحن مرينا بالسنين الماضية بفترة كتير صعبة على الجميع، سواء على الأهل أو على البيئة أو على البلد أو على الأطفال، فبالتالي كانت ردات فعلنا كأهل غير مضبوطة، من الخوف للتوتر للقلق للصراخ. هي الشغلات كلياتها بتنتقل عند الطفل من مرحلة الواعي لمرحلة اللاواعي. الطفل كيف بيشكل مهارات بهي المرحلة العمرية؟ بيشكل مهارات باللاوعي، التكرار. دائما وقت اللي بدنا نعمل اي سلوك عند الولد ففي ثلاث مراحل بتخلي هذا السلوك يتأسس، اللي هي الإيحاء والتكرار والتروما أو الكثافة الحسية اللي منقلها. تمام، بس للأسف يمكن ضغوطات اللي عم يمروا فيها اليوم الأهل بتلاقيهم أحيانا ممكن يتفششوا بأطفالهم بدون سبب، فبتلاقي هذا الطفل تأثر وحرفيا صور هو شخص عدائي بحياته. طيب أنا كيف لازم أتعامل معه بطريقة أنا حسن سلوكه كرمالي بعد عن هي العدائية؟ ذكرتي أنه أنا ما لازم اليوم أصرخ بوجه طفلي أو أكون عصبية عليه، شو ممكن كمان أتعامل معه بطريقة صحيحة؟ هلأ أنا لكون منطقية ما بقدر أقول أنه أنا ما بقدر أصرخ بوجه طفلي، لانه انا هون بكون منفصله عن الواقع تماما. ما بقدر اقول للام انه انت بدك تضبطي ردات فعلك بطريقه كامله 100%، بس انا بقدر نمي سلوكات عند الولد لتفريغ الغضب بطريقه ثانيه. يعني هذا الولد ليش بيغضب؟ ليش بيعبر بردات فعل غير مقبوله؟ لانه هو ما تعلم يعبر بغير طريقه. لانه شو السبب هون ما تعلم؟ ليش ما تعلم؟ ما تعلم لأنه المحيط ما ساعده. يعني بكثير مرات منلاقي وقت اللي مندرس أي سلوك، وقت اللي منجي لنعاير حالة الطفل، أنا ما بقدر أقولك أنه أنا بقدر أعطيكي حل كامل لنوبات الغضب، لأنه كل حالة من حالات نوبات الغضب هي عبارة عن شعور وفكرة وصلت لسلوك. هذا الشعور نابع من عدة عوامل، من المنزلية ومن البيئة المحيطة مثل ما حكينا، وبين بيئة المدرسة والأصدقاء. فنوبة الغضب عند هذا الطفل مختلفة تماما من حيث الأسباب عن نوبة الغضب عند الطفل الثاني. لهيك نوبات الغضب تندرس بشكل فردي، معالجة الأسباب هو نصف الحل، وأعطاء الولد طرق للتعامل مع غضبه وطريقة تفريغ الغضب هو النصف الثاني من الحل. طيب أنس ياسمين، ذكرتي نقطة كتير مهمة، أنه الطفل يعني بيمرق بالمراحل العمرية بثلاث مراحل، المتأخرة والوسطى والبداية. أنه أخطر نوع من هاي الأنواع وأنه نوع أنا قادرة أوجه سلوك طفلي فيه؟ هلا ما في مرحلة بتقول أهمية عن المرحلة الثانية، لأنه المرحلة وقت اللي بنكون نحن بمرحلة الطفولة المبكرة اللي هي عمر 3 سنين للخمس سنين، فأنا الطفل هون عم ببلش يشوف كيف ردات فعلي. يعني أنا إذا بكيت وضليت أبكي، وهي اللي كل الأمهات بيعانوا منها، إنه أنا ابني ضل يبكي 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 بده هي الشغلة، فأنا بقوم بعطيه هي الشغلة لأرتاح من بكائه. طيب معناتها أنا بالتكرار
عم نمي عند الولد هاي العادة. فأنا بنيت عادة عند الولد مثل تماما وقت اللي نحنا عنا عادات مبنية على أساس الإدراك. يعني نحنا وقت اللي مفوت على غرفة مظلمة ففورا نتجه نحو الضوء ومنشغله، لأن نحنا هاي السلوك خلص بنينا عادة عنا. الطفل نفس الشيء بصير بيعرف أنه أنا وقت اللي بدي أحصل على الشيء بقوم بنوبة غضب، وكل ما زدت نوبة الغضب كل ما زاد استفزازي للمحيط، فالمحيط رح يعطيني اللي بدي إياه. فأما المرحلة المتوسطة مثلا وقت اللي بيكون عم يختبر البيئة المحيطة بتختلف هون شخصية الطفل والمظاهر تبع الشخصية تبعه. تمام. فبالتالي الطفل الواثق من حاله بيتعامل بردات فعله غير الطفل اللي عنده قلة ثقة وقلة تقدير للذات. البيئة الحاضنة بالبيت بتبني طفل غير الطفل اللي بيكون عنده نقص أمان أو تعلق غير آمن بالأم. صحيح. فنحن قبل ما نحكي عن المراحل العمرية بدنا نشوف البيئة. البيئة اللي بيطلع منها الطفل بتأثر بشكل كتير كبير، طريقة التعامل، طريقة التعاطي مع المواضيع، الأهل. يعني أنا مثلا بشتغل بمؤسسة تعليمية، فنحن لنتعرف على كل طفل بيعبوا الأهل أبليكيشن. هذا الأبليكيشن متضمن أنه ابنك بس يغضب كيف تتعاملي معه، شو الطريقة اللي بترضي فيها ابنك، وقت اللي بيكون ابنك عنده سلوكات غير مضبوطة كيف تتصرفي، هل بيعاني من أي نوع من الأمراض. يعني كل هاي التفاصيل لازم تكون موجودة بالمدرسة إذا أنا عم بحكي عن مدرسة تجاه الطفل. فما بالك إذا هاي السلوكات موجودة بالبيت وعم تتكرر وما عم بيتم تعديلها. ما في معالجة اليوم لإلها. في جانب كتير مهم. نعم. وهو الأخطر، أنه عدم تقبل الأهل للنقد من أي طرف جاي يعدل بالسلوك. وهي شائعة جدا. تماما. فمثلا أنت بتيجي بتقلي لهم لأهلكم، نحن كمراقبين أو كتربويين وقت اللي منشوف هذا الطفل فنحن عم نراقبه ضمن بيئة صفية. بيئة صفية يعني قواعد، يعني وقت طويل للتركيز، يعني حقوق وواجبات، بتعمل واجباتك بتاخد حقوقك، في ضوابط. نعم. فنحن عم نقدر نعدل كتربويين ضمن البيئة، بس في مشاكل بتبقى بدها نقاش مع الأهل. وقت اللي انت بتجيب الأهل لتناقشيهم بهي المشاكل اللي انت خلال مثلا عام دراسي قدرتي تكتشفيها، وهن لست سنين متعايشين مع هاي المشاكل ومتقبلين على انه بكرة بيكبر بيتغير سلوكه. صحيح. بكرة بس يتغير رفقاته، بس غير له نمط اكله، بس 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 بيتغير سلوكه. نحنا منكون عم نكون ورا المشكلة، ما منكون قدام المشكلة. وقت اللي بيقولوا لك انه انت بتيجي بتجيبي اهل بتقلي لهم انه ابنكم يعاني من صعوبة التعلم وانا ما عندي الخبرة الكافية لأني عالج هاي المشكلة، أنا بقدر حدد هاي المشكلة بس أنا ما بقدر عالج، أنا بقدر حطكم على الطريق الصحيح. ابنكم عنده فرط نشاط، ابنكم عنده تشتت انتباه، جزء بتفاجئه تماما. لا، يعني في كتير ردات فعل للأسف. للأسف أنه بدك تعملي لنا الولد مجنون، أنه مثلا أنت عم تشوهي سمعة هذا الولد. لا، أنا وأنتو نفس الطرف. بالعكس، اليوم يعني معالجة. وقت المحيط بيحاول انه يساعد وبيكون في رفض من الاهل، فهي من اكبر العثرات اللي ممكن تغير سلوك اي طفل. ركزنا كثير اليوم على دور الاهالي بتعديل هيدا السلوك، ولكن كمان في دور كثير كبير ان كان للمدرسه او الكادر التدريسي. اليوم هي بنهايه عمليه متكامله اليوم لتنشئه الطفل. ممكن نشوف اطفال عدائيين يتصرفوا سلوكيات كثير سيئه مع رفقاتهم بالمدرسه او حتى مع الاساتذه. كيف يتم التعامل مع هيك طفل؟ هلا اول شيء نحن مؤخرا بالبلد صار عندنا مدارس على مستوى عالي، وصار عندنا طريقه لتقييم صعوبات التعلم. هلا بكثير دول عربيه منهج صعوبات التعلم هو منهج مرافق لمنهج وزاره التربيه. فنحن عندنا صار في اهتمام وعنايه ودرايه بمجال صعوبات التعلم، بمجال فرط النشاط، تشتت الانتباه، العدوانيه او السلوكات غير المضبوطه. المدرسه مهمتها انه تتابع هي الحاله. تتابع هي الحاله كيف؟ يعني تراقب، تكون مراقب كتير فعال، انه ما تبحث بس وراء الاسباب. الاسباب اوكي كتير مهم انه نعرف الاسباب، بس انا بدي ابحث اني احط السبب وحط له الحل، وهذا الحل ممكن اول مرة ما ينجح،
فبده يكون عندي فلترة لمجموعة من الحلول. ضل عم جرب جرب، دائما بده يكون عندي روح طويلة، نفس طويلة، مراقبة حثيثة، تجريب للحلول، تغيير بالآليات. هذا الشيء بيوصلنا للنقطة اللي نحن نأمل أنه نوصل لها، وأهم شيء هو الصبر. يعني نحن ما بدنا نتوقع من أنه طفل عنده عادات سلوكية خاطئة وبيئة مختلفة بين المتابعة المدرسية اللي عم تصير اللي هي متابعة تربوية وبيئة منزلية ما عم تتابع بنفس الطريقة أنه يتحسن هذا الطفل ضمن يوم أو يومين. فدائما نحن لازم نعطي الولد الوقت والفهم والاستماع. وأكيد اليوم تشاركية جدا مهمة بين حضرتكم كأخصائيين وبين الأهل وأيضا بين المدرسة لحتى هذا الطفل يتم معالجة أي سلوك خاطئ بادر عنه. ستي ياسمين، معلومات جدا مهمة ذكرتيها لليوم، إن شاء الله هيك كل حدا من الأمهات ونحن أكيد استفدنا منها كمان هنو استفادوا. شكرا لحضورك اليوم. شكرا لكم وشكرا كثير للطفكم، بتمنى أكون فدتكم. أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذة ياسمين، يعطيك ألف عافية. أكيد مكملين معكم مشاهدينا ورح ننتقل لتاني تقارير من اللاذقية مع استمرار حملة اللقاح الوطنية الشاملة. 98 مركز صحي و50 فريق باللاذقية بمشهد بيعكس الجاهزية والاستعداد لاستقبال وتقديم اللقاح للأطفال المتسربين ضمن الحملة الوطنية الشاملة. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. 98 مركزا صحيا و50 فريقا جوالا في اللاذقية بمشهد يعكس الجاهزية والاستعداد لاستقبال وتقديم اللقاح للأطفال المتسربين ضمن الحملة الوطنية الشاملة. نحن هدفنا كمحافظة 116,200 طفل. عندنا 98 مركز صحي وعندنا 50 فريق جوال. طبعا هي الحملة للمتسربين زائد تعزيز اللقاح الروتيني زائد كزاز السيدات كل ما له علاقة باللقاح. طبعا تعرفوا أنتم أهمية اللقاح هو تعزيز مناعة الطفل وحمايته من أغلب أمراض الطفولة. الهدف من الحملة هي دراسة الحالة التلقيحية للأطفال لتشيك على بطاقة اللقاح، هل الطفل مستكمل، هل يستحق لقاح، هل هو متسرب عن جرعة لقاح، إعطاء جميع اللقاحات المستحقة للأطفال، إعطاء فيتامين آ للأطفال حسب المرحلة العمرية أو حسب الفئة العمرية، بالإضافة إلى منح بطاقة لقاح للأطفال اللي هن مضيعين بطاقة اللقاح أو هن فقدوا بطاقة اللقاح أو ما موجودة عندهم. نحاول الأطفال جميع الأطفال نجيبهم لعنا على المركز، اللي ما عنده بطاقة منعود له بطاقة. منحاول نوصل هالفكرة للأهالي إنه اللقاح آمن، اللقاح فعال، اللقاح مجاني. هلأ مشان يقوي مناعتهم أكيد هي أول شيء، وأنا بحب تابع لهم دائما لقاحاتهم، ما بحب أبدا أطش لهم أو شيء. الحملة تهدف إلى تعزيز مناعة الأطفال وهي تشمل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة. وبنهاية صباحنا اليوم رح نفردا للمساحة القانونية، واليوم رح نحكي عن المشهد العام اللي عم نشوفه على وسائل إن كان على وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. رح نحكي اليوم عن الجرائم اللي عم نشوفها إن كان بحق الشعب الفلسطيني أو حق الشعب اللبناني من قتل وتهجير وتدمير للبنى التحتية، استهداف المستشفيات، استهداف الطواقم الطبية والإغاثية، وكل هذا بوجود القانون الدولي. صحيح يا رشا، وخلينا نوضح كمان أنه نص القانون الدولي الإنساني على أنه المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوى المعادية لازم يتعاملوا معاملة إنسانية بجميع الظروف. وأكيد بيبقى التساؤل حول التقصير بحق الإنسان العربي الفلسطيني واللبناني والتشدد في الحصار عليه. تفاصيل كتير مهمة قانونية ضمن هاي الفقرة رح نعرف أكثر بالقانون الدولي الإنساني ونصوصه. معنا السيد أنس أجديعو، دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وللأخوة المشاهدين، حياكم الله. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم الرؤية واضحة للجميع والمشهد العام يعني هو مبكي. عم نشوف اليوم مشاهد تدمي القلوب والعيون. اليوم خلينا نحكي عن القانون الدولي بداية، نعرف فيه أي سنة بلش وكيف يتم تطبيقه. تمام. هلأ في الحقيقة لمعرفة نشأة أي قاعدة قانونية لابد لنا من البحث في ثنايا التاريخ ومعرفة القصة يعني الذي أدت إلى ولادة واحد من أهم قواعد القانون في التنظيم الدولي المعاصر. بدأت الإرهاصات الأولى للقانون الدولي الإنساني منذ القرن 19 وتحديدا في عام 1859
في حرب إيطاليا عندما تصادم النمساويون مع الطليان والفرنسيين في واقعة سولفيرينو، وساقت الأقدار في ذلك الزمن شابا سويسريا يدعى هنري دونان الذي شاهد ويلات الحرب المعاملة اللا إنسانية بأم أعينه. فعلى أثر تلك الحرب طبعا قرر تأليف كتاب نقل فيه رغبته في تجنب ويلات الحرب المعاملة اللا إنسانية، وتمنى في الحقيقة أمنية مزدوجة. كانت الأمنية في شقها الأول هي إنشاء جمعية مستقلة تقدم الرعاية لضحايا النزاعات المسلحة، وتمنى في شقها الثاني هو أن تصادق الدول على مبدأ مقدس وهو حماية الأفراد في زمن النزاعات المسلحة. كانت هذه المرحلة هي نقطة انطلاق القانون الدولي الإنساني، إذ تم إنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1863، وتم توقيع أول اتفاقية في القانون الدولي الإنساني في عام 1864. نقطة انطلاق القانون الدولي الإنساني كان سابقا يعرف بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب، أما اليوم هو بعد ولادة الأمم المتحدة في عام 1945 هو يعرف بالاسم القانون الدولي الإنساني. بدأ الاهتمام الدولي في النزاعات المسلحة، وإذا نريد أن نضع تعريفا جامعا للقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد القانونية التي تركز على حماية الفرد البشرية في زمن النزاعات المسلحة. طبعا يطبق القانون الدولي الإنساني في زمن النزاع المسلح، سواء كان نزاعا مسلحا دوليا أي بين دولتان أو مجموعة من الدول، أو نزاعا مسلحا غير دولي أي بين دولة ومجموعة من الأفراد المسلحة. يرتكز القانون الدولي الإنساني على ركيزتين أساسيتين، يهدف إلى تنظيم القتال وأساليبه بموجب اتفاقية لاهاي عام 1907، ويهدف إلى حماية الأفراد في النزاعات المسلحة بموجب اتفاقيات جنيف 1949. طبعا من يطبق القانون الدولي الإنساني هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على اعتبارها المنظمة الدولية المسؤولة عنها بشكل مباشر. تمام دكتور أناس، بظل الفوضى الدولية حاليا شو هي الأدوات اللي بيتملكها المجتمع الدولي بعملية ضبط الأمن والسلم؟ طيب عندما نتحدث نحن بداية عن الأمن والسلم الدوليين، إذا نحن نتحدث هنا بشكل مباشر عن مجلس الأمن الدولي، وبالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا في الفصل السابع يتبين لنا بشكل دقيق الأدوات التي يمتلكها مجلس الأمن لضبط الأمن والسلم الدوليا. فبداية بموجب نص المادة 40 يحق لمجلس الأمن اتخاذ تقديم التوصيات لاتخاذ تدابير مؤقتة من خلال حث الأطراف على أخذ تدابير مؤقتة كوقف أطلاق النار. لدينا بموجب المادة 41 يحق لمجلس الأمن اتخاذ التدابير الذي لا تتطلب تدخلا عسكريا، كالتدابير الاقتصادية، العقوبات أو التدابير الدبلوماسية كقطع العلاقات الدبلوماسية. وأكيد لدينا نص المادة الأهم وهو نص المادة 42، والذي يؤكد على أنها من حق مجلس الأمن الدولي أن يتخذ تدابيرا عسكرية في حال لم يجد التدابير الاقتصادية وفت في الغرض. طيب اليوم أستاذ أنس، اليوم عم شوف حالة من الانتهاكات الفاضحة جدا للكيان الصهيوني بخلال من طوفان الأقصى وصولا لجنوب لبنان تماماً. يعني وكل شيء عم نشوفه يعني بخالف قوانين يعني. اليوم خلينا نحكي عن نهاية هاي الانتهاكات، شو ممكن تكون عواقبها؟ واليوم الكيان الصهيوني هل تم إخضاعه لهي القوانين؟ تمام. نحن في المسألة الدولية عندما يتم اختراق القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي بشكل عام، هو يعرض المسؤولية للشخص اللي قام بانتهاكه سواء كانت دولة أو كان فردا، ونحن على المستوى الدولي نستطيع أن نسائله أمام القضاء الدولي. واليوم خصوصا في سياسة الكيان الصهيوني نجد أن هناك تحركا دوليا في هذه المسألة، فلدينا الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية على أثر السياسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني، لدينا الرأي الاستشاري الغير مسبوق الذي قدمته محكمة العدل الدولية في تموز من العام الحالي، والذي أكدت على أن تواجد الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هو تواجد غير شرعي وهو مخالف لقواعد القانون الدولي. الشق الثاني وهو هل يتم إخضاع الكيان الصهيوني للقرارات الدولية؟ مع الأسف نحن هنا لدينا مسألة في غاية الأهمية، أنه لطالما نجح الاحتلال أو الكيان الصهيوني بإيجاد ثغرة يعمل من خلالها على الإفلات من العقاب وعلى يعني الهروب من المسؤولية الدولية، معتمدا على الدعم الغربي عموما ودعم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. إذ نحن اليوم أي تدخل لمجلس الأمن يحتاج موافقة الدول دائمة العضوية الخمسة، والولايات المتحدة الأمريكية تتخذ إسرائيل على أنها الطفل المدلل، وبالتالي دائما ما نجد الكيان الصهيوني قادر على الإفلات من العقاب بسبب الدعم الغربي له. خلينا نحكي أكثر عن مسألة فرض الحصار اللي أكيد عم تساهم بشكل كتير كبير
كبير بتعريض حياة المدنيين اليوم للخطر، حرمانهم كثير من المواد الضرورية لبقائهم اليوم على قيد الحياة. خلينا نحكي شو موقف القانون الدولي الإنساني من مسألة الحصار. طيب هلا بداية، الحصار هو يعني تطويق منطقة جغرافية معينة وحرمان دخول مقومات الحياة إليها. طبعا القانون الدولي الإنساني حظر الحصار بشكل مطلق وبكافة أشكاله، وإذا كنا نريد أن نعود إلى الأساس القانوني فنجدها في المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949، ونجدها أيضا في المادة طبعا 14 من البروتوكول الإضافي الثاني طبعا، والذي أكدت على أنه يحظر الحصار بكافة أشكاله، سواء كان الهدف منه هو تجويع المدنيين أو سواء كان الهدف منه هو استخدامه كوسيلة حرب للضغط على الطرف الآخر، أو إذا كان الهدف منه هو محاولة إجبار المدنيين على المغادرة. طبعا يجوز الحصار في حالة واحدة فقط، عندما يكون الحصار على قوة معادية، وفي هذه المسألة ضمنت اتفاقية جنيف الأولى واتفاقية جنيف الرابعة على أنه يجب على الطرف الذي اتخذ الحصار أن يقدم كافة الإجراءات الممكنة لخروج الأطراف لمنطقة آمنة ومحايدة. طيب اليوم ذكرت أستاذ أنس اتفاقيات جنيف، خلينا نرجع ل 1949 ونحكي عن هي الاتفاقية بالشق الإنساني. اليوم الناس كلها نظرة على الشق الإنساني، صحيح. على الانتهاكات، على القتل، على التدمير، على التهجير، عم نشوف يعني ناس صارت بلا بيوت، ناس تحت الأنقاض. طيب اليوم هو جريمة حرب حسب الاتفاقية، تمام، نحكي عن هاي النقطة. تمام، هلا بداية جريمة الحرب هي أي جريمة تقع تخرق قواعد القانون الدولي الإنساني وتؤدي إلى انتهاكه بشكل مباشر، تمام. وأكيد الجرائم الحرب هي جرائم كفلتها وضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وفي الحقيقة هذه الاتفاقيات الأربعة هي العمود الفقري والأساسي للقانون الدولي الإنساني، وذكرت جرائم الحرب وعددتها كالقتل العمد، كالتعذيب، كالمعاملة اللا إنسانية، وكالتطهير العرقي، أي محاولة القضاء على سلالة معينة. هذول كلهم نحن مرأنا فيهم، كله موجود مع الأسف، واتفاقية جنيف ضمنته وكفلته. حتى إذا بدنا نكون أكثر دقة، نص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة أكد على حظر التدابير الجماعية وتدابير الاقتصاص والإرهاب، القصاص والإرهاب. ومع الأسف نحن اليوم عم نشوف هذا الشيء بشكل جدا واضح بالشيء اللي عم يصير بالكيان الصهيوني، وأكيد هو ما يرتكبه هو جريمة حرب، وهي مسألة لا يختلف فيها اثنان عاقلان يدرسان في القانون الدولي. ونحن ندرك هذه المسألة، والشعب الفلسطيني يدرك هذه المسألة، وهو شعب في الحقيقة يعني يقاوم برباط الجيش، وليسجل اسمه في كتب التاريخ على أنه هو شعب مقاوم من الطراز الرفيع. وحتى الكيان الصهيوني يدرك تماما أن القضية الفلسطينية هي ليست فقط معنية بالشعب الفلسطيني، إنما هي قضية عام. تماماً هي قضية ذات أبعاد مختلفة، وخصوصاً لأن نحن العرب، ويدرك الكيان الصهيوني أننا أمام نزاع بيننا وبينهم قائم، وهو نزاع أزلي عقائدي قائم إلى قيام الساعة. فأكيد ما يقوم به هو جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، وهذه المسألة في الحقيقة تؤخذ على القانون الدولي إذا نتحدث بالشكل بالجانب الفار الأسود اللي نتحدث في القانون الدولي، أن هناك نص في القانون الدولي يحرم المسائل، وهناك نص يضبط العملية. ليش ما نعم تطبيقه؟ هي المسألة في الآليات. أنا عندما أتحدث عن نص موجود ولا أتحدث عن آلية فاعلة موجودة تضبط النزاع أو تضبط الفوضى الدولية الحاصلة، إذا نحن نتحدث أمام قانون له وعليه في نفس الوقت، له أنه مكتوب وعليه أنه لا توجد ضوابط. وحتى يعني تعلمنا ودرسنا أن القانون الذي لا توجد فيه عدالة هو ليس بقانون أصلا، هذا من باب العاطفة، أما من باب الأكاديمي هو قانون لا يمكن إنكاره. دكتور أنس، اليوم شو الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ تمام، هلا هما وجهان لعملة واحدة، ولكن أكيد في فرق. نحن القانون الدولي الإنساني هو قانون يطبق في زمن النزاعات المسلحة، سواء كان دوليا أم غير دولي، بينما القانون الدولي لحقوق الإنسان هو قانون يطبق في زمن الحرب، عفوا في زمن السلم فقط. قانون الحقوق الإنسان، قانون الدولي لحقوق الإنسان هو ينظم العلاقة القائمة بين الدولة وبين رعاياها، بينما القانون الدولي الإنساني هو قانون ينظم العلاقة بين الأطراف المتحاربة
الحربة في زمن النزاعات المسلحة. طبعا هم دائما لدينا خلط في هذه المسألة، ولكن المختص في هذه المسألة يدرك تماما أن هناك فرق. القانون الدولي الإنساني هو قانون موجود ما قبل النزاع المسلح، ولكنه لا يدخل حيز النفاذ إلا بمباشرة النزاع المسلح وبدخوله حيز النفاذ بشكل مباشر. طيب أستاذ أنس، اليوم اللي عم يصير كيف عم ينظر له مجلس الأمن أو القانون الدولي؟ يعني كان في فلسطين أو في لبنان؟ حتى ما يحدث اليوم نحن في لبنان، إذا كنا نريد أن نكيفه على الصعيد الدولي أكيد هي جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومهما كان من هناك من اجتماعات على الصعيد الدولي، ومهما كان من هناك من مؤتمرات، هم لا ينكرون هذه المسألة ويحاولون أن يضغطون على الكيان المحتل لإيقاف هذه المسائل. ولكن نحن الفكرة هي أين؟ الفكرة أن الكيان المحتل دائما يجد ثغرة يستطيع من خلالها الخروج من الالتزام الدولي والإفلات، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أي اتخاذ أو أي خطوة لمجلس الأمن تحتاج الموافقة، وبالتالي نحن نكون أمام مشكلة الفيتو ونكون أمام مشكلة الأطراف. ونحن حاليا في هذا الزمن في التنظيم الدولي المعاصر نؤكد على أنه نحن حاليا في سياسة القطب الواحد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي قطب، وتعلمنا في القانون الدولي أن القوة هي تصنع القانون، ومع الأسف هذه مسألة تعاب عليهم يعني في هذه المسألة. ولكن أكيد لا يمكن إنكار أن ما يقوم به الكيان المحتل سواء في لبنان أو في غزة هو جرائم حرب، جرائم يندى لها الجبين، ولا بد من معالجة هذا الموضوع بشكل فعال. اليوم بالقانون الدولي الإنساني في حق للإنسان أنه يدافع عن أرضه، عن بيته، عن وطنه، ولكن هذا الحق عم يكون مسلوب اليوم. شو سبب اليوم الإزدواجية بالمعايير؟ هي الفكرة الإزدواجية بالمعايير أنك أنت ما هو النص الذي تستند عليه في حق الدفاع الشرعي، والفكرة هي بالمعطيات الذي يستند عليها الشخص الذي يحاول الدفاع عن نفسه. يعني أنا اليوم عندما أكون بلد آمن وهناك من يعتدي علي، في القانون الدولي أنا يحق لي الرد، وذلك بموجب الدفاع الشرعي، ولكن بشرط أن تتوافر مجموعة من المعايير، أن يكون هناك توازن بين الضرورات العسكرية والإنسانية، وأن يكون هناك فعلا اعتداء علي. ولكن المسألة هي في طريقة تكييف المعايير للدفاع الشرعي. فنحن طالما نجد الولايات المتحدة الأمريكية وطفلها المدلل الكيان الإسرائيلي دائما يجدون الثغرات، يجدون المخارج لمحاولة الخروج من الالتزام الدولي ومحاولة التكييف على أنه هو دفاع شرعي، هو دفاع شرعي، وإيجاد غطاء لموضوع الجرائم الحرب التي تقوم بها أو جرائم ضد الإنسانية. طيب أستاذ أنس، اليوم وقت لما نحكي عن القانون الدولي نحن عم نحكي عن حماية مدنيين ما بيحملوا سلاح، حماية الأطفال، حماية القطاع الصحي، اليوم شفنا استهداف للمستشفيات، شفنا استهداف للطواقم الطبية حتى الإغاثية في بعض المناطق، نقص في الأدوية، في ناس ماتت لأنه ما في أكسجين، ما في أدوية إسعافية. طيب اليوم المجلس الأمن يعني بهي النقطة ما يعني مو مفروض يكون في تحرك أسرع؟ يعني هو البديهي والمنطقي طبعا أن يكون في تحرك أسرع، وخصوصا أنه اتفاقيات جنيف الأربعة أتت بشكل مفصل وأتت بكل التفاصيل التي ذكرتها، لدينا الجريح، لدينا المريض، لدينا الأطفال، لدينا الأعيان المدنية والطبية، الصحفيين ولدينا نحن بشكل كامل. حتى اتفاقيات جنيف الأربعة هي فصلت، فأتت الاتفاقية الأولى لموضوع جرح الجيش في الحرب البرية، في الاتفاقية الثانية أتت في الحرب البحرية، في الاتفاقية الثالثة أتت فيما يخص أسير الحرب، والاتفاقية الرابعة أتت في موضوع المدنيين. نحن لدينا بالقانون الدولي بشكل مفصل كافة هذه التفصيلات وكافة هذه الإجراءات، وعلى كما يقال لنا في الإعلام أنها فعلا يتم متابعتها وتطبيقها، ولكن على الصعيد الواقع الفعلي نحن نشاهد بأمام أعيننا لا يوجد هذا الزخم كما يقول لنا أو كما يروجون لنا ويحاولون أن يقنعوننا به. تمام. بالختام دكتور أنس، في شيء نقاط حابب تضوي عليها لسه بموضوع القانون الدولي الإنساني؟ لا، هلا نحن بشكل عام القانون الدولي الإنساني هو أكيد قانون لا يمكن إنكاره، وهو قانون موجود، ولكن نحن عندنا نقطة جدا مهمة، أنه يجب أخذ ثقافة القانون الدولي الإنساني من الكتب المختصة ومن الإنسان الأكاديمي. اليوم عندما ننظر إلى القانون الدولي بشكل عام عن طريق الثقافة الإعلامية سوف تحكمنا العاطفة، وإذا حكمتنا العاطفة سوف سوف ننسف فرع قانوني بشكل كامل. أكيد القانون الدولي مضبوط، يحتاج إلى آليات أكثر فاعلية خصوصا في الزمن اللي نحن نعيش فيه. وأكيد يعني ختاما، القضية الفلسطينية هي ليست قضية الفلسطينيين، هي قضية العرب، ونتمنى إن شاء الله الأمن والسلام لبلدنا بشكل عام وللأخوة اللي في لبنان وفي فلسطين، وبإذن الله تعالى يعني مهما طال الزمن النصر قادم للأخوة الفلسطينية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أستاذ أنس، مثل ما ذكرت قانون
ولكن طبعا يعني هي مصطلح، لكن هي جملة يبنى عليها كثير. نحن تعودنا اليوم أنه القانون طالما قانون فهو حماية، فلازم يطبق. نتمنى نشوف يعني التطبيق له إن كان ضمن بيئة في فلسطين أو في جنوب لبنان. نشكر حضورك لليوم وأهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم ويعطيكم العافية وصباح الخير. شكرا لك ويعطيك ألف عافية بالتوفيق. أهلا وسهلا. بنهاية صباحنا لليوم هادي شكرا لك. شكرا يا رشا. وأكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، المعدي حلا سلمان وباقي الفريق. شكرا لكم مشاهدينا، لكل حدا رافقنا بهذا الصباح. نتمنى الصباحات الأخرى تحمل أخبار انفراجات على كافة الأصعدة، وبنقول دائما احنا بنقولها بكل صباحاتنا، الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، والله يبعث الأمن والأمان والاستقرار لكل الدول. شكرا لكم مشاهدينا، باي باي. أكيد بقية نهار حلو لكم مشاهدينا، تقضوا برفقة كل الناس يلي بتحبوها، وتضلوا دائما بخير وصحة وسلام. وأكيد لنذكركم أنه بكرة بجدد معكم البرنامج بنفس التوقيت، ضيوف جدد وفقرات جديدة. ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير وصحة، باي باي.